is not because of what is happening in China. من درجة وباء إلى جائحة. السلام عليكم أخوي. شريت في 2020. 2020؟ أخوي عام مش هو عادي، أول مرة نشوف يا ودي عام تكاوير في تونس تأخذ تونس. يا ودي كورونا شفت هذيك يا صاحبي جند من جنود الله يعذبوا في الصين خاطرهم يعذبوا إخواننا المسلمين. عليه يا ودي أخذك شديري أنت ترامب إيش عامل مع الصين؟ دي كلها حرب بيولوجية يغفلوا فينا نحن العرب يا صاحبي. 2020؟ أحسن عام تعدى لتونس، أعز عام تعدى لتونس، خير ونعمة تونس باش تولي كي دبي. اقتصاد تونس يا ودي، اقتصاد تونس ممتاز جدا، اقتصاد ماشي في نمو متصاعد، يا ودي شبابنا في خير ونعمة، الخدم متوفرة، الماكلة متوفرة، الحمد لله الحمد لله، الشهريات متوفرة، الفضل اللي عند ربي، تونس في خير ونعمة، المالية متوفرة، التعليم باش نخلصوه. الدكتور علاء حمدي. مرحبا بك وشكرا على قبول دعم. ميرسي عليك. اللي حابين نسألوك شنو رأيك في عام 2020 في تونس؟ 2020؟ في تونس. 2000 أنا تونس تتخذ تونس يا ودي، أنا الدكتور مانيش دكتور، تتخذ تونس في البلاد دي تونس لابس البافيات، شوف مش لابس بافيات. الفين وعشرين علاش؟ علاش المشاكل والمصايب؟ علاش كان الهم والخبر الخيب؟ علاش ولا الواحد كل يوم مفجوع مرض وعرق وجوع، ولينا نتحصروا حتى على ايام المخلوع؟ الحكاية بدت بحرائق في الامازون ومقتل جورج فلويد المحنون، حرائق في استراليا وباكستان وفي الفلبين بوركين، وحرب باردة تجارية بين امريكا والصين. وعلى ذكر الصين، اقوى فازة صارت السنة فيروس كورونا، تشيمنا فيهم هذا مرض داب وداب الصين، شام دخلنا فيهم أكيد عقاب ما عند ربي وحكايات فارغة، بقينا نحكو هكا حتى اشترنا مرضو. خلونا توا في تونس، في بداية 2020 بدينا بالكونفينمون والحجر الصحي. برشا حذر وبرشا خوف، تلهينا كان بالنوم وتلافز والرفوف، بعدها حلوا الحدود، شيخ روحك من غير قيود، حاجة برك قهوة لا غير قعود. ايه يا قاعدة القهوة؟ ايه انا ديجا قاعدين قاعدين. برشا مشاكل سياسية، اغتصاب وجرائم يومية، زعم 2020 هو السبب؟ مانيش باش نقول 2020 سبب، ومانيش باش نقول 2020 علاش، باش نقول تونس علاش. علاش زوز من الناس اصحاب رؤوس اموال يحكموا في البلاد، شارين النواب، واي قرار في مصلحتهم مجيب. علاش الطبقه الوسطى اختفت بعد ما كانت المحرك الرئيسي للبلاد؟ علاش شعبنا ياسر نفاق وتسوقيد، وكان تخديم المخ وتلوفيق، تخديم المخ على حكايات فارغه، كان حطينا تخديم المخ في بلاست ورانا أكبر قوة في العالم. مانيش باش نحكي على القمة وعلى العزوز متاع القروان وعلى الترايح في البرلمان، هكا يز علاش تونس، مش علاش 2020.